يبدو أن صفقة توقيع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في برشلونة أصبحت قضية وقت فقط، وذلك بعد انتشار عدد كبير من أقمصة النادي الكتالوني باسم مهاجم ليفربول بالرقم 9 في المحلات الخاصة ببرشلونة. من جانبها إدارة نادي برشلونة أكدت في العديد من المناسبات نيتها الكبيرة في التعاقد مع سواريز خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية، والمفاوضات بين الطرفين تسير في الطريق الصحيح وقريبة من الحسم النهائي، مما جعل القائمين على النادي يمنحون الضوء الأخضر من أجل تسويق قميص البارسا للموسم المقبل باسم لويس سواريز. وكشفت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية أن قميص سواريز مع برشلونة عرف إقبالا جماهيريا كبيرا في المحلات، وقد تحقق من خلاله إدارة البارسا أرباحا كبيرة جدا في الأيام المقبلة بعد ترسيل